أهلا بكم من جديد. جال رئيس الحكومة سعد الحريري في بلدات وقرى قضاء عكار، حيث أقيمت المهرجانات الانتخابية الحاشدة التي حث فيها الحريري ناخبين التوجه إلى صناديق الاقتراع بكثافة وانتخاب لائحة تيار المستقبل. جولة الحريري العكارية شملت أكثر من 5 محطات توزعت في أرجاء القضاء، وكانت محطته الأولى في منطقة جبل أكروم، حيث أهداها أهلها قطعة أرض لبناء منزل عليها، ثم انتقل إلى وادي خالد حيث أقيم له استقبال حاشد ونحرت له الجمال وألبس عباءة عربية من قبل وجهاء العشائر وفاعليات المنطقة الحدودية. قبل كان يكون في حكي، لكن الآن صارت المصريات موجودة والمشاريع موجودة، ما علينا إلا التنفيذ. إذا بدكم هيدي المشاريع تتنفذ، نحن عندنا برنامج. فلازم 6 أيار بكثافة كبيرة كتير، مثل وفا عكار، ننزل ب6 أيار ونصوت كلنا. ما عم بسمع. لا، اليوم اظن في شيء بسمعي انا. زي ما هي. انا بدي اكرر اعتذاري اني تاخرت، وان شاء الله نحن حيكون في عندنا عدة لقاءات نحن وياكم. جبل اكروم جبل الطيبة والناس الطيبة، وان شاء الله نحن وياكم مش بس بهالانتخابات. انا اخذت قرار انه على قريري مره مرتين بالسنه حاجي زوركم، قد ما حبيت هالطريقه. يعني في احلى من الواحد يكون بين اهله، بين ناسه، بين حبايبه، بين جماعته. فان شاء الله نحن وياكم حنكون مع بعض، وان شاء الله ب6 أيار كلنا بدنا ننزل. وهول مرشحيكم، جزء من المرشحين محمد، هادي، طارق، جون، ومحسوبكم سعد الحريري. يعطيكم العافيه.